رغم ما يشهده المسجد النبوي من توسعات على مر التاريخ، إلا أن أساطينه الثمانية بقيت شاهدة حتى وقتنا الحالي، ولكل منها قصة تاريخية بالمسجد وتسمى بأعمدة الأساطين، إذ كانت من جذوع النخل قديماً، واشتهرت منها ستة أساطين، وهي تقع بين جنبات الروضة الشريفة وارتبطت بأحداث السيرة النبوية. بداية الاسطوانات كانت أعمدة جذوع نخل، ثم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أصبحت من الحجارة المنقوشة ومحشوة بالرصاص، ثم بعد ذلك في عهد الوليد وعمر بن عبد العزيز تغيرت الوضع، استعملوا الرخام. إلى عهد الملك فهد رحمه الله كان فيه هناك ترميمات، ويعاد كل فترة لعملية الصيانة وبالنسبة ضرب البويات بالنسبة للاسطوانة. منذ 14 قرناً لا تزال أساطين المسجد النبوي تحمل الأسماء التي سميت بها في العهد النبوي، وتتزين اليوم باللون الذهبي وسط لوحة خضراء. ومن أهم هذه الأساطين التي ارتبط موضوعها بتاريخ وسيرة النبي الأسطوانة المخلقة والتوبة والمحرس. الأسطوانة وهي أسطوانة المخلقة، وهي خلف المحراب الموجود الآن النبوي الشريف، وسميت بالمخلقة لأنه كان تطيب بطيب الخلوق، وهو أفضل أنواع الطيب في زمن عمر بن عبد العزيز. أسطوانة السرير كان يوضع له سرير عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاعتكاف بالمسجد. أسطوانة الحرس أو أسطوانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي كانوا يحرسوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أسطوانة الوفود كان يستقبل عنده الوفود. أسطوانة أبي لبابة وأسطوانة التوبة اللي كان يربط ربط فيها أبو لبابة نفسه، ثم أسطوانة عائشة رضي الله عنها، ويقال أول بداية تحول القبلة صلى عنده عليه الصلاة والسلام لمدة 3 أشهر، ثم تقدم محراب النبوي الموجود في الروضة حاليا. تلقى الأساطين القابعة بالروضة الشريفة عناية واهتماما كبيرا من قبل رئاسة شؤون الحرمين، إذ شهدت عمليات ترميم وتحسين مستمرة. من المسجد النبوي، سلطان السلمي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.